يستعد هؤلاء الطلاب للتسجيل في الصف الأول الثانوي في أجواء من التنظيم تحرص الإدارات التربوية والتعليمية على تأمينها مع بدء العام الدراسي الجديد. ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد، قمنا ببدء عملية القبول والتسجيل وفق التقويم الوزاري المنزل، وبدأت عملية القيد والتسجيل في ظل إقبال كثيف من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي، كما أيضا أعددنا الكتاب المدرسي لتسليمه للطالب استعدادا لبدء العام الدراسي واليوم الأول للدراسة مطلع الأسبوع القادم. الجهات المختصة في قطاع التربية والتعليم استكملت كافة الإجراءات المطلوبة لبدء تدشين العام الدراسي رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها. دابت وزارة التربية والتعليم بالبلاد على الإعداد والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إصدار التقويم المدرسي الذي من خلاله أو يعتبر إشارة البدء بالعمل على الإعداد والتهيئة في جميع محافظات الجمهورية لاستقبال الطلاب بالمدارس. مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت كغيره من المكاتب يبدأ الاستعداد مبكرا لاستقبال هذا العام من خلال تهيئة المدارس، من خلال إصدار النقلة للمعلمين والإدارات المدرسية. رغم الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد، تبذل كافة الجهات المختصة جهودها وبوتيرة عالية لضمان بدء عام دراسي جديد يمنح الأجيال الشابة فرصة حقيقية لتلقي المعارف والعلوم في ظروف مستقرة وآمنة. عام دراسي جديد يقترب، فتستنفر الجهات التربوية والتعليمية لاستقباله وتعمل كخلية نحل على تهيئة كافة الظروف المناسبة إيمانا منها بأهمية التربية ودور التعليم في بناء ونهضة الأمم. مطيع بمزاحم، سكاي نيوز عربية، المكلا.